السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، تعالوا مع بعض نحل من كتاب المدرسة امتحان من صفحة 11 في كتاب بتاع المدرسة. الامتحان أول حاجة بنبدأ فيه هو تيست 4، تعالوا نحله مع بعض. هتسمعوا معايا جزئية الليسننج وتحاولوا تجاوبوا الإجابات من خلال الليسننج عشان يبقى كأنه زي الامتحان بالظبط. الليسننج هنا عندنا بيقول إيه؟ An egg sinks in water. If you add salt to the water, the egg floats. The egg is lighter than the salt and water. بعد ما قرناها تعالوا نشوف الأسئلة بتقول إيه. طبعا أنا مش هترجم الفقرة دي لأن لو ترجمتها أنا عايزاكم تاخدوا الامتحان هيبقى عامل إزاي. هترجمها لكم بس شوية كده. يبقى أنا عندي an egg sinks in نقط، هيبقى in إيه؟ water. يبقى البيضة sinks بتغرق وتغوص في الماء. How can you make an egg float in water؟ ازاي تقدر تخلي البيضة تطفو على المية؟ add salt بنضيف لها ملح. The egg is البيضة مالها is not salt and water، مالها ملح والمية، عملوا فيها ايه؟ بتبقى بالنسبة لهم هي lighter than، اخف من الملح والمية. طيب the speaker، عشان كده هي بتطفو لما بنحط الملح مع المية. the speaker المتحدث talks about how to، بتحدث عن كيف ايه float an egg، بنخلي البيض يطفو لفوق. طيب تعالوا نجيب السؤال التاني. بيقول لي هنا complete following dialogue، اكمل الحوار الاتي ما بين الكليرك والباسنجر. تعالوا اول نترجم الجزئية الليسننج اللي كانت في الاول زي ما وعدتكم. هو بيقول an egg sinks، البيضة بتغرق in water في المية. if you add salt، لو انت ضفت ملح to the water في المية، the egg floats بتطفو لأعلى. the egg is lighter، ان البيض بيبقى اخف than، اخف في وزنه than the salt and water، اخف من ايه؟ من وزن المية مع الملح. طبعا المية زي ما انتوا عارفين بالملح بيدوب فيها فبتتشبع بيه فبتتقل. تعالوا بقى نكمل الحوار. قلنا ما بين الكلارك والباسنجر. الموظف هنا بيقول ايه؟ جود افتر نون، مساء الخير. ار يو جوينج تو هرجادة، الغردقة يعني، ات 10 o'clock الساعة 10؟ يس اي ام، هير از ماي نقط. طبعا الدايلوج والميني دايلوج زي ما احنا متعودين بنقراهم كلهم حتى بالنقط وبعدين ما نجاوبش غير بعد ما ناخد فكرة عامة في دماغنا تتكون عن الحوار عن ايه، عشان ساعات بتبقى الاجابات موجودة قدام عينينا واحنا مش شايفينها. قال له thank you please put your suitcase on the نقط so we can see how نقط it is. certainly بالتأكيد، here you are. وبعدين قال it نقط 24 kilograms. thank you thanks for your help، شكرا لمساعدتك. يبقى احنا عرفنا هنا ان في حوار وان هو في رايح وبيحط الشنط بتاعته وهيقطع تذاكر في حاجة كده. تعالوا بقى نشوف. يبقى هنا هنقول ايه؟ here is my ticket. How heavy it is، لانه طبعا سألوا على سيوت كيس، يبقى نسينا هنا رقم اتنين نقولها اول. please put your suitcase on the scales، بحطها حط شنطتك على الميزان so we can see how heavy it is، حجمها وتقولها قد ايه عشان يوزنوها له. قال له certainly بالتأكيد، here you are، اتفضل. it weighs 24 kilograms، بتزن ايه؟ 24 كيلو جرام، وشكره في الآخر. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي أكمل برضو الأجزاء الناقصة، missing parts، الأجزاء الناقصة. ده بيبقى عبارة عن ميني ديالوج، حوار بس أصغر لأنه بيبقى يدوبك إيه ما بين يعني مش حوار كامل، لا واحد وبيرد عليه التاني وخلاص. do you think we won't need doctors in the future، أنت يعني تعتقد إن إحنا مش هنحتاج الأطباء في المستقبل؟ قال له no. عندنا طريقتين بقى. No that won't happen، ده مش هيحصل. او اقول له No I don't think، لانه هو بيسالني في الاول هنا do you think، فاقول له No I don't think. بعد كده ايه اللي حصل؟ نشوف التاني بيقول نقط. قال له it is 10 kilograms، يبقى that's heavy، انها تقيله. how do you carry it to school every day، ازاي تشتغل المدرسه كل يوم؟ يبقى اكيد بيسالوا عن وزنها او تقولها قد ايه. how heavy، هي قد ايه تقيله؟ is your bag، حقيبتك. وفي الاخر طبعا في question mark. قطعة الفهم هنا بقى اللي هي قطعة reading comprehensions. قطعة الفهم جاية لنا عبارة عن جدول،
الجدول ده بيقارن لي ما بين جريت بيراميدز اوف جيزه، الاهرامات في الجيزه، وبرج خليفه في الامارات. طيب which two buildings، اي مبنيين، is this chart، هذه الخريطه اللي قدامنا، giving facts and figures about، بتدينا حقائق عنها وعناصر. قال لي طبعا great pyramids of giza وبرج خليفه and برج خليفه. طيب how، دي الاجابه، how old is برج خليفه، قد ايه عمره. طبعا هنحسب، هو مكتوب هنا ان how old، فقال لي opened in، اتفتح، تم افتتاحه في 2010. هنحسب من السنه اللي احنا فيها لغايه 2010، طبعا هنلاقي 9 سنين. How do people get to the top، ازاي بيطلعوا للقمه of برج خليفه. طبعا يا اما نقول by the lift اللي هو المصعد او الاسانسير، او نقول they take the lift او هم بياخدوا الاسانسير. بنكمل مع بعض الأسئلة. بيقول لي برج خليفة is، طبعا هيبقى taller than the great pyramids، هو أعلى من الأهرامات. You can visit برج خليفة if you travel to، إذا أنت سافرت لإيه، طبعا the Emirates، إمارات. ما تنسوش مع قناة سارة سامي، الإنجليزي دايما أسهل. وانتظرونا في الفيديو القادم عشان نكمل مع بعض بقية الامتحان. في أمان الله.